للمواطنين خلال فصل الصيف. احنا لسه لحد الان في فصل الربيع، ففصل الصيف والله في مجموعه نصائح انا دايما بقولها. اول حاجه يا ريت ثقافه استخدام الشمسيه نستخدمها كلنا. ليه؟ لان احنا عندنا مقوله غريبه قوي او نظره غريبه ان ما حدش يستخدم الشمسيه غير الناس العواجيز، يعني لو شاب ماشي بيضحكوا عليه. فلا، دي حتى اسمها شمسيه، مش انها استخدمها لما الدنيا تمطر بس. فاستخدام الشمسيه مهم جدا طالما انا همشي في الشمس مباشره فترات. طيب، في فصل الصيف دايما يكون معاك ازازه الماء بتاعتك، ما استناش لما تعطش، كل شويه ياخد منها بق للحفاظ على طراوه الجسم والجلد بتاعك. لو انا اي واحد حس بدرجه حرارته عاليه خاصه الاطفال وكبار السن، على طول اروح لاقرب مستشفى لتلقي العلاج. ليه؟ لان عندنا ناس بسيطه كتير يقول له ايه بس خد اسبرينا وكوبايه شاي ونام شويه هتطلع زي هتنام تقوم زي الفل، يقوم بدل الحراره كانت 38 ولا بقت 40، فدخل في الخطور. لا، اول ما تحس الحراره رفعت شويه على طول روح المستشفى، هيبقى العلاج بسيط وفي ساعتها وهتمشي. انما لو استمرت بقى لما توصل ل 40 هيبقى العلاج كبير وتدخل المستشفى. علاوه بقى على الناس السائقين، يعني اهم حاجه ما ملاش تانك البنزين مع الاخر، لازم اسيب جزء في التانك لتبخر البنزين نتيجه الحراره عشان ما يحصلش بعد الشر انفجار للتانك. ايضا الاطارات بتاعه السياره ما ملاش الاطار على الاخر على الساعه اللي هو موجوده له، يعني لو مثلا 32 لا خليه 30 او خليه 31 30. ليه؟ علشان لما تمشي في الحر يبقى في مساحه لتمدد الهواء نتيجه الحراره، يبقى ما يحصلش انفجار للاطار. دي اهم طبعا النصائح اللي دايما بوجهها، طبعا مع لبس الملابس الفاتحه القطنيه وكده يعني. تمام، انا بشكر حضرتك جدا واسفه لو كنا طولنا. لا، شرفتوني. شرفتوني.